حبيت أشكر الحكومة ما قصروا يعني، والله يخلي حكومنا وما قصروا. العلاوة اللي نزلت بتساعد الناس حق العيد، مشكورين ما قصروا. والله شو أقول لك، والله رحمة للعالمين. هاي اللي أنا أشوفه في ناس ترى يعني حالهم ضعيف، أشغال ما مش، والحمد لله رب العالمين. وبداية اللي هو طبعا العيد فرج إليهم يعني الكل استانس، الحمد لله رب العالمين، نعمة من الله. انسرنين وفرحنا، الحمد لله هاي بركة يعني، بركة من الله ومنهم، منهم هم الخايدين يعني. الله يزيدها إن شاء الله وتدوم، إن شاء الله ودوموا في عملهم إن شاء الله، والناس عليهم بالعافية بهاي العطية الكريمة. هاي كريمة، عطية كريمة عند الله وعندهم. تعرف البحريني دائما لو تيلة أي لو 10 دينار يفرح فيها، أي ما يعني ما يترفس على النعمة. اي وان شاء الله في المستقبل يعني ها ان تطور ها المبالغ اللي تصدرها الحكومه.